صباح الخير يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك؟ تمام، انت منيحه؟ تمام الحمد لله. بلشك الجو يصير نشعر شويه لطيف نوعا ما. اي بالعاده من في بهذا الوقت بنلاقي انه كثير برد، ولكن اليوم هيك حسينا فيه بشويه الحمد لله اخيرا. اكيد بتصبح عليك يا هايدي، وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد وبدايه جديده، ودائما بنقول يا رب كل البدايات تحمل معها كل الخير، لان الصحه والانفراج وجبران الخاطر والرزقه الكريمه لكل الناس ضمن الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها اليوم. كثير مهم تكون هيك الرزقه موجوده بحياتنا يا هايدي، شو رايك؟ اكيد يا رشا، صباحك وصباح الرزق وصباح كل شيء حلو. أمين. لليوم يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا مشاهدي الاخباريه السوريه. نهار جديد وبدايه اسبوع جديد، ودائما امنياتنا لكم انه يا رب هيدا اليوم والايام الجايه تحملنا كل الخير ورزق وراحه البال. واكيد نحن مثل العاده بنترافق نحن وانتم لمده ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعه، واكيد رح نعرف شو هي حالة الطقس، ولكن كالعادة فاصل صغير ومنرجع. وقبل ما نروح لأولى ضيوفنا وأولى تقاريرنا، شو رأيكم نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم؟ اليوم 24 شباط، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بمثل هاليوم من عام 1981، قصر بيكنغهام يعلن رسمياً عن خطوبة الأمير تشارلز من الأميرة ديانا سبنسر. بعام 2008، البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيساً لكوبا، وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1872، الشاعر المصري حافظ إبراهيم. وبعام 1967، بريان شميدت، عالم أسترالي في الفيزياء الفلكية وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 2011. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 2013، الممثل السوري ياسين بقوش. أكيد رشا، من روزنامة التاريخ رح ننتقل مباشرة مشاهدينا لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة ضمن صباحنا غير لليوم. خلونا نتابعهم سوا ونرجع. هل تعلم أن النحلة ترفرف حوالي 350 مرة في الثانية، وأن أهالي الأسكيمو يحفظون الطعام في الثلاجات خوفاً من التجمد؟ هل تعلم أن الإنسان إذا عطس وعيناه مفتوحتان فمن المحتمل أن تخرج العينان من محجريهما، وأن شخص واحد يستطيع أن يعمر إلى عمر 116 سنة أو أكثر من بين بليوني شخص؟ وأخيراً، هل تعلم أن التفاح له تأثير بشكل أكبر من مادة الكافيين في جعل الشخص مستيقظ حتى الصباح؟ خلونا نروح قبل ما نروح لأول ضيوفنا ونحكي اليوم عن موضوع كتير مهم يا هايدي بحياتنا، وهو الطاقة. روح لأول تقارير حلقتنا لليوم، وبالتعاون بين مديرية الثقافة في حلب ومؤسسة أرض الشام أقيمت ندوة ثقافية تحت عنوان سوريا وفلسطين بين تعزيز الانتماء وحب الوطن في المركز الثقافي في مخيم النيرب، بهدف تعزيز دور العروبة والتأكيد على وحدة المسار والمصير. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب ومؤسسة أرض الشام، أقيمت ندوة ثقافية تحت عنوان سوريا وفلسطين بين تعزيز الانتماء وحب الوطن بالمركز الثقافي في مخيم النيرب، بهدف تعزيز دور العروبة والتأكيد على وحدة المسار والمصير. اليوم ما تتعرض له غزة من عدوان وتدمير منهج للبنى التحتية
وقتل وتشريد لأطفال غزة ولأهالي غزة، أيضا تتعرض له دمشق من عدوان سافر من المحتل الصهيوني. العدو واحد والهدف واحد والمصير واحد، وسيبقى محور المقاومة منتصر. اليوم هي رسالة تربوية قيمية مجتمعية هامة جدا تتعلق بالانتماء وبالولاء، بالانتماء والمواطنة أيضا. هذه الرسالة تبدأ من سن الطفولة، كيف نعزز الانتماء والمواطنة لهذا الطفل وأيضا اليافع، ودور المؤسسات التربوية إن كان ما قبل الجامعة وحتى الجامعة أيضا في تأسيس هذه المواطنة بشكل كامل. شارك في الندوة عدد من الباحثين أكدوا خلال ما قدموه على دور التعليم في ترسيخ ثقافة المواطنة للحفاظ على الهوية العربية وأهمية الحفاظ على نهج المقاومة. مداخلتي اليوم في هذا اللقاء كانت حول تأصيل العلاقة بين سوريا وفلسطين، وقلت إن هذه العلاقة قديمة وطيدة، فنحن نشكل حوضا حضاريا واحدا منذ بدء التاريخ، ونشكل ثقافة مشتركة من عناوينها الرئيسة تاريخيا هو مقاومة العدوان على هذه المنطقة العربية. المواطنة تعني علاقة الفرد بالوطن، والوطن هو المساحة التي نعيش فيها. المواطنة يجب أن نعد لها إعدادا جيدا من خلال الوسائل التعليمية والمؤسسات التعليمية، سواء في التعليم ما قبل الجامعي وحتى الجامعي، ولذلك نعد مواطنا صالحا ليساعد في بناء هذا الوطن. بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب أقمنا ندوة فكرية ثقافية لتبين العلاقة الوطيدة بين الفلسطينيين والسوريين من ناحية قضية شعبين أصيلين لأرض واحدة. تأتي هذه الندوات بهدف الاستمرار في نشر الوعي لكل ما يحاك ضد محور المقاومة تاريخيا، والتركيز على إظهار قضيتنا الأساسية للأجيال القادمة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، ريف حلب. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، يعني ما في أحلى من أنه نبلش صباحنا بطاقة عالية كرمال ينعكس هيدا الشيء على بقية نهارنا وعلى الأشخاص يلي حوالينا. طبعا يمكن اليوم الظروف الصعبة والضغوطات اللي بتواجهنا بالحياة بيصير صعب علينا أنه نحن نكون بطاقة إيجابية وبتفاؤل، لكن خلونا قدر الإمكان نحافظ على هي الطاقة، لأنه لما نقول طاقة إيجابية مو بس عم نحكي كلمات تشجيعية أو بس شعور بالسعادة، لا، هي لازم تكون نمط وأسلوب حياة يرافقنا بكل شيء، إن كان بعملنا إن كان بأي مكان نكون موجودين فيه. رجل، أهم شيء العمل هايتي اليوم أكيد. يعني يمكن معظم أوقاتنا عم تكون ضمن رفقاتنا، فكتير مهم الأشخاص اللي حوالينا يكونوا عندهم طاقة إيجابية. تحسي دائما في أشخاص بينشروا هاي البسمة أكيد. هاي الروح الحلوة بين الناس، ولكن بنفس الوقت وقت اللي بيكون في حدا سلبي كمان بيقدر يصدر لنا هاي الطاقة. اليوم شو مفهوم الطاقة؟ شو هي أعراض الأشخاص اللي عن جد بيكون عندهم طاقة سلبية، إن كان بأرواحهم إن كان ببيوتهم؟ أكيد في شيء بيظهر عليهم، وبعلم الطاقة وبالتنمية البشرية أكيد في أسباب وفي طرق للتخلص من هاي الطاقة السلبية. رح نروح لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، وضيفنا لليوم هو الدكتور سمير هادي، أخصائي بعلم الطاقة والتنمية البشرية. صباحك يا دكتور. يسعد صباحكم بالخير والبركه والطاقه الايجابيه. اهلا وسهلا فيك دكتور سمير، من اهل البيت نورتنا. خلينا بدايه نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بمصطلح الطاقه، ونفرق اليوم يا ترى شو هي الطاقه الايجابيه وشو هي الطاقه السلبيه. هلا بدايه بكل بساطه، الطاقه هي كل فعل يؤثر بالاخرين، وبالتالي هي مجموعه من الصفات. ان كانت هي الصفات ايجابيه وجيده ففينا نقول طاقه ايجابيه، طاقه عاليه، وإن كانت هي الصفات سيئة أو سلبية فمنقول طاقة سلبية. إذن هي مجموعة من التصرفات، مجموعة من الأعمال، حتى الأفكار والنوايا، هذا كله يتترجم على شكل ما يسمى بالطاقة. طيب دكتور، نعرف نحن كل شيء محيط فينا فيه طاقة، الأشخاص، الأماكن، الأحجار، أي شيء بحياتنا عم يعطينا هاي الطاقة. خلينا نتوسع أكثر ونحكي عن مصادر الطاقة اللي بتمس الروح البشرية.
هلا بالنسبة لمصادر الطاقة فالمصادر كثيرة. بداية المصدر الأول والرئيسي هو الشخص نفسه. اليوم أنا الشخص يا أما بحدد مسار الطاقة إنه يكون إيجابي بحياتي عن طريق سلوكياتي، طريق أفعالي، طريقة تعاملي وتفكيري بالأمور، وإما بحدد إنه يكون طريق مسار حياتي عن بالاتجاه الثاني، بالاتجاه الطاقة السلبية، إنه يكون شخص متشائم، إنه يكون شخص غير مستقر بحالة الطاقة الجيدة. هذا بينعكس. رقم اثنين هو الطاقة الكونية، الشيء اللي بنستمده من الطبيعة. دائما بنشوف الأشخاص اللي مقربين من الطبيعة، الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة، بيمارسوا التأمل، تمارين اليوغا، مختلف هاي التمارين اللي بتقربنا من الطاقة، كمان هذا بينعكس عليهم إيجابا وبيرفع من مستويات الطاقة بشكل عالي جدا. رقم ثلاثة الأشخاص المحيطين فينا والمكان اللي نحن موجودين فيه، مثل ما تفضلتوا وحكيتوا بالمقدمة، للمكان دور كتير مهم. المكان بيحمل طاقة بتنعكس على الأشخاص الموجودين، وكمان الأشخاص الموجودين بالمكان ممكن يؤثروا يتأثروا بالطاقة الموجودة. بالنهاية الإنسان مثل المغناطيس، هو يستجيب ويمتص الطاقات المحيطة. فلذلك نحن دائما بننصح انه يكون الشخص قريب من الاشخاص البشوشين، الاشخاص المتفائلين، الاشخاص الايجابيين. وبالنهاية قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، وجاور السعيد تسعد. أكيد. فبالتالي كتير مهم نعرف مع مين عم نتعامل، مع مين عم نشتغل، مع مين عايشين. هذا الشيء بينعكس علينا بشكل إيجابي. أكيد دكتور، خلينا ننتقل من الطاقة الإيجابية للطاقة السلبية. كنا نعرف هي الطاقة قديش بتأثر علينا اليوم، تسبب لنا اكتئاب، حزن، قلق، دائما يمكن بنحس حالنا متوترين وما بنعرف ليش. شو هي الطاقة السلبية ومين هنون الأشخاص السلبيين، ونحن اليوم شو هي الطرق اللي لازم نتبعها لحتى نتخلص من هي الطاقة؟ هلأ بداية بالحديث عن الطاقة السلبية، فهي بتجي نتيجة تراكمات. اليوم ما فينا نقول عن شخص سلبي إذا تصرف بلفظ واحد معين فقط، أو إذا عمل واحد فقط غير جيد نقول عنه شخص سلبي. لا، هي بتكون نتيجة تراكمات. هذا الشخص في عليه ضغوطات حياتية كبيرة، ما عم يقدر يخرج من هي الضغوطات، عم يكون متواجد مع أشخاص غير جيدين، غير إيجابيين، هذا كله عم ينعكس عليه، وبالتالي هي التراكمات بتعمل منه شخص سلبي، شخص غير إيجابي، شخص متشائم. بالنسبة للصفات، فبيكون هو شخص قريب من الاكتئاب، قريب من العزلة، قريب من عدم، يعني ما عم يشوف أي فسحة تفاؤل، ما عم يشوف أي فسحة أمل، دائما شخص بعيد ممكن يكون عن المنطق وعن الواقع، ما عنده أي فكرة عن أنه ممكن يكون الغد أفضل. فبالتالي هذا الأمر ممكن ينعكس عليه وبينعكس على الأشخاص المقربين منه، وخصوصا إذا كان رب أسرة مثلا، فبينعكس على زوجته، بينعكس على الأطفال، بينعكس على مكان عمله. وإذا ظل مستسلم لهي الطاقات السلبية والبيئة السلبية اللي هو موجود فيها، لأنه اليوم كثير منواجه أشخاص بيقول أنا مو قادر أعمل شيء. هذا نوع من الاستسلام. لا، نحن قادرين نغير كثير من الأمور، بداية من برمجة العقل الباطن أني أنا أكون شخص إيجابي، يكون في النية، يكون في القرار، يكون في خطوات مدروسة وبالدرجة درجة، بالخطوة خطوة. اليوم ما في تغيير بينتج بين يوم وليلة، ما في شيء اسمه كون فيكون إلا لله عز وجل. فالإنسان لازم بالتدريج يأخذ القرار، يكون ناوي وينتقل من الحالة السلبية للحالة الإيجابية، لأنه هو في حال استسلم للأمور السلبية وقال أنا هذا واقعي، ماني قادر أغير شيء بحياتي، فالأمر حيزداد سوء. أكيد. بس يمكن دائما نقول شخصية الشخص كيف هو بيقدر بيتعامل مع هذا الموضوع. في ناس يعني عندهم كاريزما، عندهم شخصية قوية، بيقدروا يمتصوا هذا الغضب هي السلبية، ولكن مثل ما قلت يوم جزء التراكمات عم تكون المشكلة الأكبر بحياة كل حدا فينا، مو بس أصحاب الطاقة السلبية. كلنا عندنا طاقة سلبية، ما حدا اليوم معصوم عن هاي القصة. ولكن خلينا نروح لتنظيف المكان. اليوم ذكرت من خلال جوابك انه هي بتاثر بالبيت، بتاثر بالمكان، بتاثر وين الزملاء. اليوم كيف بقدر انظف المكان اللي انا فيه، بيتي، مكتبي، اي شيء؟ بدي اتشكرك على هالسؤال الحلو، لانه كثير مهم نحن نعمل تنظيف طاقي للمكان المتواجدين فيه، لانه ممكن يكون منزلنا بيتنا ولكن بيجينا ضيوف بيحملوا طاقه سلبيه، فبالتالي صعب انه نحن نقدر نتعامل مع هالامر، يعني الضيوف هن عم يدخلوا المكان، فلازم يكون في عمليه تنظيف. ممكن بداية عن طريق تهوية المكان بشكل متواصل، بشكل مستمر، يعني ستات البيوت شاطرين بهذا الموضوع، موضوع التهوية، فتح الشبابيك بالشتوية بالصيفية ضروري يكون في تجديد دائما للطاقة. رقم 2 تحريك الأثاث لحتى يتغير مسار الطاقة.
هلا في ناس بتقول انه صعب انا اغير ديكور بيتي كل فتره، نحن ما عم نطلب تغيير الديكور، ممكن يكون في تحريك لبعض الاثاث لحتى تتغير مسارات الطاقه وبالتالي تجديد. رقم ثلاثة، استخدام الملح الصخري، الملح الخشن، الملح الخشن من المعروف عنه انه بيمتص الطاقات السلبيه، وفي كثير شغلات ممكن نستفاد منها من الملح الصخري ان كان على الصعيد الشخصي وان كان على صعيد المكان. اذا بدنا نحكي على صعيد المكان، فنحن ست البيت بكل بساطه فيها رش القليل من الملح الصخري على زوايا المكان مثلا، او ممكن شطف المكان بالمي والملح الصخري، هذا كله بيبعد الطاقات السلبيه، الملح بيمتصها للاخر وبيعطي تجدد وطاقه وحيويه للمكان. كمان من الامور اللي ممكن تعمل تنظيف طاقي للمكان اللي هي البخورات الطبيعيه، الروائح الطبيعيه، كل ما كانت البخورات او الروائح اقرب للطبيعه كل ما بيكون افضل، طبعا مع الحرص على التهويه. أكيد. ما بدنا نحن نكون مشغلين بخور ومسكرين كل شيء، لا كمان التهويه مطلوبه. طيب الملح بنرش بالزوايا يعني ايمتى بينقام؟ يعني دائما بقولوا في طريقه يعني حتى بيرش الملح. هلا بكل بساطه الملح لما بينرش بالزوايا نحن عم نحكي عن ذرات قليله، يعني رشات ملح قليله مو كميه كبيره، رشات قليله لمده 3 ايام مثلا، وبعد 3 ايام بيتم مسح او شطف المكان بطريقه عاديه من غير اي اشكال. تمام دكتور، بما انك عم تركز اليوم على المكان وقديش ممكن ياثر فعلا سلبا علينا وعلى اهل البيت، قد بنسمع اليوم اقاويل انه ممكن اذا الاغراض ما مرتبه ممكن تاثر بشكل سلبي، اذا المرايا مكسره، اذا في شيء غرض قديم موجود، هدول الامور اذا في صور في امور معينه. تماما، هي الامور فعلا دكتور اليوم بتاثر بشكل سلبي على اهل البيت؟ للامانه طاقه المكان الفينغ شوي اخذ حصه كبيره من علم الطاقه، لانه هو بيدخل بتركيبه تفاصيل حياتنا اليوميه، يعني ذكرتوا امثله حضراتكم هي امثله جدا مهمه ولسه في تفاصيل ادق من هيك. فنحن الطاقه هي اسلوب حياه كامل، الفينغ شوي هو اقرب لاشخاص يعني لشخصنا ولأماكن تواجدنا، مثل اللون، مثل الصوت، مثل الأساس، مثل ساعة الحائط اللي لازم ما تكون معطلة، ما لازم تكون فاضية البطارية ونتركها على حالها، مثل ما تفضلتي مثلا ألوان الأساس الموجودين المكان، الاتجاهات الشمال والجنوب والشرق، في كتير تفاصيل، طاقة الصور، هذا كله رمزيات وتفاصيل مهمة بحياتنا. نحن كل ما أخذنا فكرة أكبر، كل ما عرفنا أكثر، كل ما تعلمنا أكثر عن هاي التفاصيل، نحن بندخل الطاقة الإيجابية للمكان وللأشخاص الموجودين بالمكان. لهيك كتير مهم أن يكون في عنا فكرة كافية عن طاقة المكان الفينغ شوي. أكيد. يمكن يوم الفكرة العام بحياة كل حدا فينا أنه نحن كيف قادرين نقطع من هي المرحلة من السلبي للإيجابي. اليوم الظروف بشكل عام عم تكون مساعدة للطاقة السلبية أكثر اليوم، هذا الواقع يعني، ظروف العمل، ظروف البيت، الضغوطات اللي عم نعيشها، الأشخاص أحيانا يعني عندك شحنة كاملة من السلبية من الأشخاص اللي حواليك، فاليوم نحن كثير مهم نحط خطوات، نحط خطة لنقدر نقطع، مع أنه كتير صعب يمكن بدها وقت حتى نقدر نعمل شيء. شو هي أهم الخطوات المفروض نحن نعتمد عليها؟ هلا بدي ابدا من الاخير، بالنسبه لموضوع انه صعبه، ما في شيء بالحياه ياتي بالسهل، بالنهايه كل شيء بالحياه بحاجه لجهد، بحاجه لتعب. في تحدي اليوم ما في اي شيء. تماما، ما هو انا لازم غير من نمط حياتي، لازم غير من الواقع اللي انا موجود فيه، طبعا الشيء اللي انا قادر غيره، بدايه مثل ما حكينا النيه تكون موجوده، انا ما بدي اكون متردد، يعني لما بدي افكر بموضوع التغيير ما بدي يكون في عندي تردد، خلص انا هيك لازم اكون شخص مثالي، لازم اكون شخص مختلف. رقم اثنين الصبر، وهذا اللي نحن بنفتقده بشدة. كثير من الأشخاص بننصحهم بعض النصائح بيجي بعد يومين بيقول لي والله ما مشي الحال، طب يومين، ما أنت لازم يكون في عندك صبر، لازم يكون في مثابرة، لازم يكون في طولة بال. الصبر كمان من الأمور الهامة. ثلاثة البدء بخطوات عملية بعيدا عن النظري والاجتهاد، وانه يكون في ثقه بالنفس وانه يكون في صبر، بدنا نبدا خطوات عمليه، بدايه من التوكيدات الصباحيه، التوكيدات الايجابيه اللي بتحمل طابع ايجابي كنوع من الامتنان لله عز وجل على نعم وعطايا الله اعطانا اياها، والانطلاق مثل ما حكينا ممكن يكون في مساحه خضراء، مساحه طبيعيه بحياتي انا كشخص كنوع من الرياضه او نوع من المشي، حتى مو شرط يكون في رياضه خاصه، المشي جدا مفيد. رقم ثلاثة تغيير طبيعة تعاملي أو تفكيري مع الأشخاص. دائما الأشخاص السلبيين أو الأشخاص اللي بيحملوا طابع سلبي بيقولوا أنا
صار لي مدة من الزمن عم حاول بهذا الموضوع وما عم يتم، فأنا لازم راجع حالي، ممكن الخطأ يكون مني، صيغة التعامل، طريقة التعامل، الآلية ممكن تكون خطأ، لا أنا بدي راجع أفكاري، شوف وين عم أخطئ، وين عم كون مصيب، ووجه الآلية جديدة بطريقة مختلفة. موضوع الصدقة، موضوع الروحانيات، موضوع التقرب الديني، هاي الأمور كلياتها بتنشط شاكرة التاج اللي هي بأعلى الرأس، وبالتالي بترفع من معدلات الطاقة الإيجابية عالية. أهم من كل شيء حكيناه هو الاستمرارية. أكيد الاستمرارية جدا مهمة. اليوم لما بنقول شخص إيجابي أو شخص سلبي فبده يكون هو عنده استمرارية بهذا الأمر، فبالتالي وقت نكون أشخاص إيجابيين ما بدنا نكون إيجابيين لفترة أو إيجابيين مع أشخاص معينين أو بس بمكان معين، لا بدنا نكون إيجابيين بالمطلق. تمام، خلينا نروح لفكرة تانية. قد اليوم بنشوف كتير من الأشخاص خلال الشتوية بتلاقيهم دايما مكتئبين ضايجين، بيقولوا لك إنه الشتي كتير بيعطيني كآبة وطاقة سلبية. اكتئاب موسمي. تماما، وبس تطلع الشمس خلص إنه صار في تجدد، صار في طاقة إيجابية عالية. قد اليوم فعلا الشمس ممكن تجدد من نفسياتنا وأرواحنا وتعطينا فعلا طاقة إيجابية؟ سأليني إلي. على هذا الأمر هو موجود فعليا، لكن يختلف من أشخاص لأشخاص آخرين، لأنه كمان منشوف أشخاص إنه بيتنشطوا بالشتاء، بيحبوا أجواء الشتاء والمطر والمشي تحت المطر، فبالتالي هذا بيختلف من أشخاص لأشخاص آخرين بناء على هذا الشخص، شخصيته، طريقة تفكيره، ممكن برجه، مواليده، هاي التفاصيل كلها بتنعكس على الشغلات اللي بيحبها. لكن بشكل عام مثل ما تفضلتي للشمس، للجو الحلو، للجو المعتدل، هذا الشيء كمان بيأثر، بيرفع من معدلات الطاقة الإيجابية. وأيضا التقرب من المساحات الطبيعية، يعني ممكن الخروج للبحر، ممكن لجبل، ممكن لمزرعة، لبستان، كل ما كنا أقرب للطبيعة كل ما هذا بينعكس إيجابا. ودائما بالأجواء المعتدلة والصيفية بيكون في عنا فرصة أكثر لنكون متقربين من الطبيعة. أكيد. يمكن مثل ما قلت دكتور، حسب طبيعة الشخص، برجه الناري يمكن بحب هاي الصخب، بحب الشمس. خلينا نروح للأشخاص اللي دائما بيثقلوا هاي الطاقة بقصص تانية، في ناس بتلبس الحجار، في ناس بتلبس شيء برأيتها أنه بيواتي، قديش هاي القصة بتنعكس على أرواح البشر بشكل عام؟ هلا هو في كثير تفاصيل هي بتنعكس على برمجة العقل الباطن للشخص نفسه. في بعض الأشخاص بيتفائلوا ببلوزة، إنه أنا نجحت بمادتي، كنت لابسة هاي البلوزة. أنا كثير بمر علي صبايا وشباب بيحكوا إنه فأنا كل مادة بدي ألبسها أو كل مشوار مهم بدي ألبسه، خلاص هو تفائل بهذا اللون أو بهذا البنطلون أو بهي البلوزة أو ممكن ساعة أو أي شيء معين. هذا يعود لطريقة تفكير الشخص وتفاؤله. اليوم بنشوف مشاهير مثلا بيتفائلوا بخيط، بيتفائلوا بساعة، بيتفائلوا بشيء بلون معين، لكن خلاص هن شافوا التفاؤل بهذا الأمر وخلاص مشوا على هذا الأمر بأنه هذا الأمر بيفيدني وهذا الأمر إيجابي. الأحجار الكريمة مثل ما تفضلتي هي فعلا بتأثر. طبعا كل حجر كريم يتبع لأبراج معينة لأشخاص معينين، الحجر الفلاني بيناسب للشخص بيناسب لشخص فلاني، غير مناسب لغير أشخاص. كمان الأحجار الكريمة لها أهمية وإلى فائدة، لكن مثل ما حكينا الحجر المناسب للشخص المناسب. كثير تفاصيل ببيوتنا بأماكننا ممكن تكون مصدر تفاؤل. كثير من الأشخاص بيقول أنا برتاح على الكرسي تبعي أو على الطاولة تبعي، مكاني، أنا هذا المكان اللي بدرس فيه، أنا هذا المكان تماما، خلص أنا برتاح فيه، فهذا بيبعث نوع من التفاؤل لدى الشخص. تمام. طيب نحن كثير حكينا أنه الطاقة السلبية ممكن نأخذها من الأشخاص يلي حوالينا، ليش كمان ما منقول أنه هي الطاقة السلبية ممكن تكون من صنعنا نحن، من تفكيرنا؟ اليوم لما نفكر نقول أنه ما رح يمشي معي هذا الأمر، ما رح يزبط، هذا التفكير المتكرر يلي بيجيب السلبية والتشاؤم، مو نحن إلنا جزء فيه دكتور؟ تماما تماما، مثل ما في جذب إيجابي كمان في جذب سلبي. تمام. وهذا اللي دائما نحن منركز عليه، أنه تصرفاتنا، أفكارنا، أفعالنا، كلماتنا، اليوم للكلمة طاقة رهيبة. بعض الأشخاص ما بيعطوا معنى أو قيمة للكلمة، فممكن تشوفي شخص عم يجرح شخص آخر، هو هي شغلتهم بالحياة، أو شخص عم يتنمر. تماما، أو شخص عم يتنمر، أو شخص عم يحكي بتوجهات سلبية. فلذلك لا، لازم ننتبه حتى على طاقة الكلمة، تعاملنا مع الآخرين، لأن الطاقة أساسها هي فكرة، أساسها هي ما يصدر عن العقل وبالتالي بتترجم لأفعال. فكتير مهم اليوم كمان ننتبه لتصرفاتنا مع الآخرين وتعاملاتنا مع الآخرين، لأنه أنا اليوم لما بكون شخص إيجابي، شخص محصن بالطاقات العالية، بالتالي صعب اتأثر إذا كان في أشخاص سلبيين محيطين فيني.
لا انا بضل محافظ على ايجابيتي، بيكون صعب اني اتاثر بهدول الاشخاص، بالعكس هن اللي بياخذوا مني الايجابيه، هن اللي بيحملوا مني الطابع الايجابي. دائما اصحاب الشخصيه القويه، الاشخاص اللي عندهم ثقه بالنفس، الاشخاص اللي قراراتهم حاسمه، بنلاحظ عندهم كاريزما معينه، الاشخاص بتقلدهم وليس يعني هن اللي بيقلدوا الاشخاص او بياخذوا طاقات سلبيه من الاشخاص. حتى دكتور نشوف في ناس كثير بتجبر الخاطر بكلمه، بتعطي هاي البسمه الحلوه، في ناس يعني حتى لو عندها تراكمات، عندها مشكله، اي مشكله بحياتها، ولكن هي عم تقدر تفصل انه ما تخلي الناس تتاثر الحواليه. قديش مهم اليوم نحن نفصل حياتنا الشخصيه عن اصدقائنا، عن حياتنا العمليه. اليوم انا ماني مضطر هاي اي مشكله عندي انا اصدرها للناس او اعبس بوجه حدا، قد ايه مهم الفصل اليوم؟ بالضبط، كثير مهم اليوم انه يكون في فصل بين الحياه الشخصيه وبين تواجدي او مكان تواجدي، ان كان بالعمل او مع الاخرين. اليوم انا كشخص لما بدي احكي عن مشاكلي واوجاعي ومتاعبي، بالتالي انا عم انقل هي الطاقات للاشخاص الموجودين معي، لو ما تاثروا بشكل كبير لكن هن رح يتاثروا ولو 10%. لذلك ضروري الفصل. انا اليوم موجود بمكان عملي، بدي اجي متفائل، بدي اجي عم اضحك، عم امزح، مبسوط، عم اشتغل شغلي، وانا يعني في نوع من الفرح والايجابيه بعيدا عن اي مشكله انا كنت مواجهها بالمنزل او مع اشخاص اخرين. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير دكتور سمير هادي، اختصاصي بعلم الطاقه والتنميه البشريه، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم، اهلا وسهلا. وانا كمان بدي اتشكركم، لكم الله يعطيكم الف عافيه، وبدي اتمنى لكم وللساده المشاهدين بقيه النهار مليء بالطاقه. شكرا لك دكتور، بقيه نهار حلو لك، مليء بالطاقه الايجابيه، تصدر لكل الناس ان شاء الله يا رب. احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه، وكالعاده كل نهار سبت لوين بنروح؟ لعند حسان الجردي. خلونا ننتقل مباشره مشاهدينا لاتصال هاتفي مع المتنبئ حسان الجردي لنعرف كيف عم تكون احوال الطقس. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك استاذ حسان، تعودنا كل سبت نعرف من حضرتك كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه، خصوصا انه بالفتره الاخيره عم نشهد انه الاجواء عم تكون لطيفه نوعا ما، هل رح نشهد بالايام القادمه منخفضات؟ خبرنا اكثر كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه. شكرا معينك. هلا بالنسبه للاحوال الجويه خلال 24 ساعه القادمه ولوحه بسيطه على الطقس خلال هيدا الاسبوع، بشكل عام نحن اليوم عم نتاثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربيه بطبقات الجو العليا. اليوم في فرصه للهطول بالمناطق الجنوبيه بالشرقيه بالقلمون على شكل زخات رعديه خفيفه من المطر بهذه المناطق خلال ساعات النهار تحديدا. الحرارات بشكل عام عم تكون اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، وخلال ساعات الليل الاجواء بارده خاصه بالمرتفعات الجبليه، كما يحذر من تشكل الضباب في اغلب المناطق الداخليه خلال ساعات الليل والصباح الباكر. الرياح عم تكون شماليه الى شماليه غربيه على المناطق الساحليه، بينما تكون شرقيه في بعض المناطق بين الخفيفه والمعتدله، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 18 درجه مئويه. هلا بشكل عام الاجواء مستقره، حاله عدم الاستقرار الضيف اليوم بالمناطق الجنوبيه والشرقيه والقلمون هي بس خلال ساعات نهار هيدا اليوم، بعدين الاجواء بتعود للاستقرار اعتبارا من نهار بكره بشكل عام، وبتكون الاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، تحديدا الغيوم بالمناطق الشماليه الغربيه بالساحليه. الحرارات في عليها ارتفاع لنهار بكره، بتكون اعلى من المعدل من 3 ل 5 درجات مئويه. الاثنين ما في تغيير، الاجواء تقريبا مثل نهار الاحد. هيدا الاسبوع السمه الاساسيه له هو الاستقرار وحراره اعلى من المعدل، باستثناء يوم الثلاثاء بده يكون في عنا حاله عدم استقرار ضعيفه تؤدي الى هطولات مطريه بالمناطق الجنوبيه بالجنوبيه الشرقيه بالباديه السوريه خلال ساعات النهار ايضا، مع انخفاض طفيف في درجات الحراره، بس بتضل درجات الحراره اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، بترجع الاجواء لتستقر نهايه هذا الاسبوع. يعني هذا الاسبوع بالمطلق اسبوع طقس ربيعي بامتياز شبيه باجواء الربيع، حراره اعلى من المعدل، اجواء مستقره، فرصه لهطولات مطريه على شكل زخات خفيفه من المطر في بعض المناطق تحديدا اليوم ونهار الثلاثاء فقط، واجواء عم تكون بارده بالليل مع تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر باغلب المناطق الداخليه لليوم ولبكره، بس بقيه الاسبوع بتكون الاجواء الضبابيه بالقلمون بالوسطى بالحرمون بالمنطقه الشماليه باجزاء من المنطقه الجنوبيه. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 18/8، القنيطره 16/5، القلمون والمرتفعات الجبلية 10/2، درعا 17/6، السويداء 15/7، المنطقة الوسطى 15/17، حماة 19/8،
الحسكة لمنطقة الجزيرة 18-5 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 23-12 بالشمال حلب، 19-5 إدلب، 17-6 دير الزور الرقة البوكمان المنطقة الشرقية، 19-7 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 16-4. أجواء مستقرة ما في أي تغيرات بالنسبة للحالة الجوية، الاستقرار هو طابع هيدا الطقس لهيدا الأسبوع، فقط الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر هو اللي منحذر منه بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية والانتباه من الفروقات الحرارية بين الليل والنهار. أكيد في الختام شكرا لك أستاذ حسان الجردي على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لليوم. شكرا لك استاذ حسان الجردي، وان شاء الله هيك الله يبعث الخير دائما على سوريا الحبيبه. دائما نقول بردا وسلاما، وحل خلونا نروح ضمن فقرتنا لعالم الموسيقى اللي دائما نحن بنقول هي غذاء الروح، هي لان جواز سفر غير مقيد لكل الثقافات لكل المجتمعات. قد ايه اليوم فيها سحر وفيها خيال وفيها رقي بالحاله اللي عم نشعر فيها يا هايدي. اكيد الموسيقى كثير حلوه، وكيف اذا كانت اليوم من قبل شباب عم يبدعوا اليوم بمختلف الات الموسيقيه. اكيد هايدي، نحن رح نروح هيك لنضوي على موهبه كثير معنا لليوم، وبدنا نرحب اليوم بصباحنا مع الأستاذة كوزيت باكير، أستاذة آلة البيانو في المعهد العالي للموسيقى ومعهد صلحي الوادي، ومن مؤسسي كلية التربية الموسيقية في جامعة البعث، ورئيسة قسم البيانو والغناء، وأستاذة لمادة التربية الموسيقية في كلية التربية بجامعة دمشق. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا بدنا نرحب بالشاب نيل رائد الأطرش عازفة البيانو يلي اليوم هيك الآلة شكلت جزء كتير كبير من روحك يا نيل. شكرا أكيد لحضورك اليوم، اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بدايه خلينا نبلش مع حضرتك استاذه كوزيت، نتحدث عن خصوصيه اله البيانو وحضورها الموسيقي بين الالات. اله البيانو من الالات السولو، تعتبر الالات الافراديه، يعني هي اله شامله، ممكن العازف البيانيست يعزف عليها حفله لحاله سولو ساعه ونص، فهي ما آلة أوركسترالية، فكونها هيك فالعازف عليه مسؤولية إنه هو لحاله عم يعزف، فهو لازم يكون كتير متقن، وهي آلة صعبة فبتطلب كتير تمرين، فكمان واحد عم يستخدم العازف إيدتين والبيدال رجله، ولازم في فصل حواس كل إيد عم تعزف شيء، وطبعا سرعات مختلفة مثل ما قلت لك، عليه المسؤولية كونه هو سوليست. حتى وقت اللي بيكون تكون آلة البيانو بالأوركسترا فهي آلة سولو إفرادية والأوركسترا بترافقها. تمام. اليوم معك نموذج عن هذا الإبداع وعن هذا التميز اللي نحن دائما بنكون فخورين بهدول الشباب اللي هنن أمل لبكرة بالعطاء السوري. اليوم رح نرجع لعندك شوي نيل، نحكي عن 7 سنوات مرقوا، بلشنا بعمر كتير مبكر، ودائما نحن بنقول أستاذة إنه دائما التعليم من الصغر هو يعني كان نقش على الحجر. قد ايه اليوم خلينا نحكي عن تجربتك عن 7 سنوات الماضيه، وكيف توجهتي لهي الاله؟ اول شيء بلشت باكثر من هوايه مثل الرسم والموسيقى والسباحه والى اخره، ومنهم باليه كمان. حل. بس اكثر شيء شدني هو البيانو والموسيقى، لانه حسيت انه هو اخذني لعالم الموسيقى، انا غير من شخصيتي، غير من اسلوبي، من كل شيء، من تفكيري حتى. فلهيك حسيت البيانو هو احلى شيء بالنسبه لي. بلشت بمعهد اوتار مع الاستاذ جوان قرجولي والاستاذه علا قرجولي، بلشت بداياتي هيك صغيره، بعدين حبيت روح على دراسه اكاديميه واكبر بشوي واللي هي معهد صلحي الوادي. بلشت سولفيج، صار ادق بيانو، صار اكثف واحلى، والحمد لله هلا صرت سنه خامسه بالبيانو صلحي الوادي، وترشحت ل بكون بمسابقة بدار الأوبرا. أكيد يعطيكي ألف عافية، وأكيد أنت نيل مبلشة بعمر صغير ولكن موهوبة وعزفك كتير حلو، رح نرجع لعندك أكيد. ولكن خلينا أستاذة كوزيت، نحن بنعرف أنه في عم تتحضروا لمسابقة بآلة البيانو، خلينا نتعرف أكثر نحن والمشاهدين عن هي المسابقة وشو هي الفئات العمرية اللي عم تتضمنها. طبعا المسابقة انعملت للمتفوقين على آلة البيانو يلي أخذوا علامات 80 وفما فوق، وهي بتنقسم لثلاث مجموعات بتسابقوا مع بعضهم. المجموعة الأولى هي السنوات الثانية والثالثة والرابعة بمعهد صلحي الوادي، يعني بدك تقولي الابتدائي، المدرسة الابتدائية.
بالمدرسه، اذا حكينا بالمدرسه. المجموعه الثانيه السنوات الخامسه والسادسه والسابعه، المجموعه الثالثه الثامنه والتاسعه والعاشره سنوات يعني. فهنا بتسابقوا مع بعض، كل مجموعه بتسابقوا مع بعض، وبيطلع ثلاث اوائل بكل مجموعه، الاول ثاني ثالث بغض النظر عن شو سنته. وهدول هذا الحكي بده يصير ب 28 شباط. اللي بينجح بالمسابقه الاول ثلاثه اوائل من كل مجموعه رح يعملوا حفله بدار الاوبرا كمان ب 29 شباط الساعة 6 مساء. نيل مشاركة فيها للمسابقة؟ أكيد 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 نيل إن شاء الله يا رب. من أشطر الطلاب اللي بتشاركي بالمسابقة. إن شاء الله هيك بالتوفيق دائما. نحن بعد شوي حنروح لكليب لنشوف بعض المقاطع تدريبك، ولكن خليني نحكي اليوم عن الناحية الدراسية، وهي اليوم أكيد عم توازي أو يمكن المرحلة الموسيقية بحياتك. اليوم كيف عم تقدري توازني بين الفرعين وقد عم تاخذ وقت منك؟ هلا طبعا انا في عندي بالحياه او يعني في عندي بالحياه مبدا واللي هو تنظيم الوقت. اكيد انا في عندي شيء اسمه تنظيم الوقت، هذا اهم شيء بحياتي سر نجاحي. اول ما برجع من المدرسه طبعا منظم وقت دراستي، بعدين البيانو، وفي عندي كمان كشاف، انا قائده بالكشاف، فكمان هذا بياخذ من وقتي. طبعا دراسه ما بتاخذ من وقت البيانو ولا البيانو بتاخذ من وقت الدراسه، كل فقره يعني الى وقت مخصص. نظمي اليوم وقتك يعني طبعا نظم وقتي، وبكل انا مرحله متفوقه طبعا. بالمدرسه انا من الاوائل، بالموسيقى كمان انا من الاوائل، وبالكشاف انا عريفه. وطبعا انا بدي ارجع لانه انا عائلتي عائله فنيه مهتمه بالموسيقى، مثل في عندي فريق. يعني دائما نقول نحن البيئه هي اللي بتعطي هي البذره الحلوه. اليوم شو اضافوا لك؟ يعني طبعا شجعوك قد ايه على هذا الطريق؟ طبعا يعني انا بغير انه من عائله موسيقيه، فدائما بيقولوا لي انه انت من عائله موسيقيه فلازم انت تكوني موسيقيه. هي مسؤوليه كثير كبيره طبعا اليوم. فهذا شيء يعني جزء يعني من نجاحي، جزء من ثقتي بنفسي، وانا بفتخر بهذا الشيء انه انا في عندي هوايه بيانو، في عندي يعني انا بعزف على البيانو، هاي الشيء انا بفتخر فيه. وطبعا انا مشاركه بالمسابقه مشان يعني مو كانه بس مشاركه، مشان بس اخذ مرتبه كمان، لانه مثل ما قال المتنبي اذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون الله. الله شو بدك. رح نرجع لتحضيرات المسابقه اليوم. نجاح بحاجه لاساسات أكيد. وتحضيرات، ولكن خلونا نروح لهيك نشوف نيل وهي عم تتدرب على البيانو. Thank you.
خلونا احليها حلوه. ميلا بعد ما سمعنا نحن والمشاهدين عزفك واحساسك الحلو، خلينا نعرف اكثر، خبرينا عن المقطوعه اللي كنت عم تعزفيها، عن السرعه اللي عم تأدي فيها بالعزف اليوم، حركه الاصابع، شفنا قديش انت كثير مركزه، قد ايه هي الموهبه فعلا بدها تركيز بدها صبر. طبعا انا مشاركه بمعزوفتين بالمسابقه، طبعا انا تقدمت 3 معزوفات بالامتحان وفي وحده لباخ، طبعا هي ما شاركت معنا بالمسابقه، بس في عندي كمان 2 تانين واللي هن وحده اتود لتشيرني هي بريستو فهي سريعه، وفي عندي كمان لشوبرت هي كمان اكسبورت واللي هي يعني الاكسبرومت واللي هي يعني الارتجال، فهذول المعزوفتين هي المعزوفة اللي هي كانت عم معروضة هون هي لشوبرت. تمام. هي حيكونوا بالقلب المسابقة. ايه ومعزوفة اتود لتشيرني. ساتيك وزيد خلينا هيك نحكي اليوم عن تقييمك لمستوى نيل، وانت يعني فخورة جدا فيها اليوم من عيونك، انت يعني مبسوطة فيها. اليوم في علاقة ثلاثية بين الأستاذ والطالب والآلة، اليوم بتحسي بعيدا عن الأستاذ في علاقة روحانية بين العازف والآلة، بقلك أنا بشعر فيها بروحي. أول شيء العازف أو الطالب لازم يكون بحب الآلة اللي عم يعزف عليها كتير مولع فيها لحتى يتمرن عليها هالساعات الكتيرة كل يوم ويصبر ولحتى ينجز مقطوعاته، لازم يكون بحب هاي الآلة كتير ونيل بتحبها كتير والصبر. وبعدين العلاقة بيني يعني أنا وبين يعني نيل ما كتير بتعذب معها بالتدريس، يعني أول شيء هي ذكية كتير ما شاء الله وموهوبة وبتحب وبتتمرن وعندها يعني عندها فورا بتلقط الملاحظة، يعني مجرد ما قلت لها الملاحظة فورا بتطبقها وبتنفذها، سريعة الحفظ وتكنيكها عالي، عندها مثل ما شفتوا بالفيديو أصابيعها سريعة جدا بالتكنيكة منيح ودقيقة، يعني بتعزف نظيف ما بتخربت، بتحب إنه تأدي مقطوعاتها بإتقان. تمام. نيل بتفكري بالمستقبل تألفي مقطوعات خاصة فيك؟ هلا يعني أنا بحب كتير البيانو، كمل بمجال البيانو، طبعاً بالمستقبل أكيد رح كون رح يكمل بالمعهد العالي، بس أنا حاطة هدف إنه بدي صير بدي أدخل بمجال تاني واللي هو التمثيل. طبعاً يعني البيانو أكيد ما رح أتخلى عنه، هو أكيد جزء من حياتي رح يضله، بس أكيد ممكن ألف معزوفات إلي أو كمل بمجال البيانو للمستقبل ولك يعني استمرارية حياتي إن شاء الله يا رب. ان شاء الله. استاذه خلينا نرجع لعندك شوي، وقت نقول الموسيقى غذاء الروح وحضرتك من خلال مجال عملك وتدريسك للطلاب، حضرتك من مؤسسي كليه الموسيقى التربيه بمدينه حمص، قد ايه اليوم مهم تعزيز هي الثقافه؟ يعني في ناس بتقلك انه لا خليه يدرس فرع اخر بلا ما يروح كليه موسيقى، انه المستقبل بافرع اخرى، ولكن اللي بيخوض بهي التجربه بيعرف قد هي مهمه بالحياه. هلا اللي بدي اقوله انه الموسيقى ما مو كل العالم تقدر تدرسها، يعني تختص فيها، مو كل العالم فيها تاخذ مبادئ اكيد، بس مو كل العالم فيها تدرسها. اول شيء الموسيقى بدها رغبه وموهبه، ف يعني انه والله بندخل مجال الموسيقى يلا ما مشكله ما طلع لنا شيء بندخل الموسيقى بيفشل، لازم يكون موهوب ولازم يكون عن رغبه وعن موهبه ولازم يجتهد كثير، فهي ما انا سهله ابدا. الموسيقى الى افرع كثير والى علوم، اذا الواحد يختص في الى علوم مختلفه، يعني صارت صحيح. بالجامعات تدرس العلوم الموسيقيه، التحليل، النظريات، التاريخ، يعني الموسيقى مو بس والله هيك هي تسليه، لا هي علم قائم صحيح. بحد ذاته، وبعدين هي لغه العالم هي لغة العالم صحيح. يعني وين ما رحتي انت نفس النوتات بتقريها وين ما كان بأي بلد هي لغة العالم. هلأ الموسيقى أنا برأيي هي من يوميات حياتنا، وأي نشاط بنمارسه نحن بحاجة للموسيقى، يعني بغض النظر يعني بالعرس بدنا موسيقى وبالعزا بدنا موسيقى مختلفة وبكل حياتنا بالمدرسة بالأطفال الروضة موسيقى دائما بنستخدمها، فنحن إن كانت للاختصاصيين هي ضرورة ولازم يتعلموها باختصاص كل واحد، وإن كانت لغير الاختصاصيين مثل اللي عم درسهم بكلية التربية عطيهم مادة التربية الموسيقية فهي لغير الاختصاصيين، فهي عبارة يعني بس إنه بتعرفوا ثقافة عامة مثل أي شيء، بتعرفوا على مبادئ الموسيقى، مشان إذا سألوا يعني هن بعدين هدول رح يكونوا أساتذة بمدارس وبروضات
وإذا سألوا شيء إذا من طالب من كذا يعرفوا يجاوبوا لأنه هن عندهم مبادئ موسيقية. تمام. نيل اليوم بتلاقي كتير من الشباب والصبايا بيلاقوا اليوم صعوبة بالعزف على آلة البيانو، هل بتلاقيها اليوم هي صعبة أم اليوم إذا الواحد تدرب وبلش على بكير لا خلص هو ممكن يتقن الأساسيات؟ هلا طبعا هي الآلة البيانو كمان كتير صعبة وإلا مستويات كمان يعني صعبة ودقيقة. أول ما بلشت عزف طبعا كان في شوية صعوبة، بس عبين ما تأقلمت مع جو العزف والبيانو كتير حسيت في فرق وحسيت إنه أصابي مرونة بأصابيعي وحتى صار في سهولة يعني بالعزف. طبعا حسب المقطوعات يعني كل مقطوعة أكيد بتكون صعبة أو سهلة، بس طبعا أنا دائما باخذ المقطوعات الصعبة والدقيقة والحلوة. أكيد هلا عم لاقي مرونة وسهولة يعني بالعزف. نحن اليوم متفائلين فيكي طالما نحن عنا كادر تدريسي بهذا الجمال وبهي الطاقة الحلوة. اليوم دوركم جدا مهم، قديه اليوم هي التشاركية الثلاثية مهمة بحياة الطالب أو العازف اليوم، المدرس الأهل والعازف، هي علاقة ثلاثية. أكيد أكيد يعني الأهل كتير مهم أنهم يشجعوا أولادهم على الدراسة، والأستاذ الجيد يعني يعني الأستاذ لما بيلاحق طلابه، الطالب لما أستاذه ما بيلاحقه بيرتخي. فلما الأستاذ بيلاحق طالبه بيطلب منه الإتقان وبيطلب منه التدرب على طول، يعني إنه يتمرن كل يوم ساعتين ثلاثة. إنه كل ما تمرن أكثر الطالب كل ما تعلق بهي الآلة أكثر. ليش؟ لأنه لما بيتقن العازف معزوفاته بيصير بيحبه أكثر، بيحب الآلة أكثر. أما لما بيكون ما بيتمرن فهو بيبعد عن الآلة، بصير في بعد. تمام. كل ما قرب الطالب من الآلة وقعد عليها أكثر وتمرن أكثر كل ما بيحب أكثر وبيتطور أكثر وبيتكن أحسن. يمكن دور المدرسة جدا مهم، أي كلمة ثناء على الطالب أو العازف كمان هي بتعطي دفع للأمام. بسؤال أخير نيل، شو حلمك لبكرة؟ طبعا حلمي مثل ما قلت لك انه بدي ادخل بمجال التمثيل. بس طبعا انا يعني البيانو مستحيل اتركه، هو شيء يعني بضله جزء من حياتي، جزء من شخصيتي، جزء من كياني. حلمي بالمستقبل اني اصير ممثله ان شاء الله. ان شاء الله بنجح يعني خرج. شكرا. فهي حلمي، وبيانو كمان ممكن يكون جزء من تمثيلي وجزء من يعني من حياتي. خلص من روحك صار. اليوم المدرسة شو أعطتك الكادر التدريسي ضمن المدرسة؟ طبعا كتير كتير كان في دعم من المدرسة، مدرستي السورية الحديثة ومديرتي كمان مدام سوسن علوني، هي كمان رح تحضر مسابقتي لأنه كتير حبيت أنه في عندها طالبة بالمدرسة بهالقوة وبهال يعني بهالتميز رح تروح على دار الأوبرا. فطبعا كان في يعني دعم من كل حوالي مثل رفقاتي ومدرسيني ومديرتي، وطبعا اهلي كانوا ماما وبابا كمان كثير داعمين لي، وحتى المسكوزيت كانت هي كمان الدعم الاول، واللي هي عم يعني لولا المسكوزيت ما كنت وصلت لهذا المستوى ولهي الشطارة. أكيد. بالختام الجميل نيل بدنا نشكرك، كنا سعيدين بوجودك معنا لليوم وإن شاء الله منشوفك من أشهر العازفين والممثلين كمان. وأكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم الأستاذة كوزيت بكير، شكرا لك ولجهودك الكبيرة، يعطيك العافية. شكرا لحضوركم. ما في دعوة لنا على المسابقة؟ بلا طبعا. أيمت المسابقة؟ 24. يلا إن شاء الله بالتوفيق. هيك نحن فخورين فيك وبكل الطاقات السورية. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أما نحن مشاهدينا مكملين معكم ورح نروح للتقرير التالي مع افتتاح فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب بنسخته 28 بمشاركة سورية فاعلة جاءت فيها دور النشر السورية بين أكبر 4 مشاركات من أصل 34 دولة بحوالي 80 دار نشر. مشاركة سورية تميزت بتنوع دور النشر من مختلف المحافظات السورية لنشر الفكر والثقافة السورية للعالم. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. افتتاح فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب بنسخته 28 بمشاركة سورية فاعلة جاءت فيها دور النشر السورية بين أكبر 4 مشاركات من أصل 34 دولة بحوالي 80 دار نشر. هناك مشاركة واسعة عربية ودولية،
في الواقع كان هناك أيضا مشاركة لافتة من الجمهورية العربية السورية وحرص من وزارة الثقافة واتحاد الناشرين السوريين على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الهامة. سوريا جاءت في من بين الدول الأوائل من حيث دور النشر المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الهامة. وكما كل عام الناشر السوري مشاركته عم تكون كتير قوية. هذا العام نحن تقريبا متجاوزين كثير من الدول، نحن عم نكون دائما عم نكون تنافس بين المركز الثالث والرابع بالنسبة للمشاركين العرب والدوليين. نحن اليوم بمركز متقدم جدا هذا العام، نحن حوالي 85 مشارك سوري بهذا المعرض، عن تقريبا بجميع الآداب والفنون وكل المعارف الكتب السورية متواجدة، عن مشاركة متجددة وجديدة للهيئة السورية العامة للكتاب. احنا بنشارك في معرض الكتاب في مسقط للدورة 22. المشاركة السورية متواجدة دائما في كل المعارض العربية، واحنا نعتز ونفتخر بمنتوجاتنا لانه احنا عندنا في قسم الترجمه والابداع وعن دمشق وعن تاريخ دمشق وعن كل ما يتعلق في الدراسات الادبيه والنقديه والفكريه والتاريخيه. والدور السوريه طبعا من اكثر الدور اللي بتقوم في ترجمه الكتب من كل لغات العالم تقريبا. تتميز المشاركة السورية بتنوع دور النشر من مختلف المحافظات السورية لنشر الفكر والثقافة السورية للعالم، ويؤكد زوار المعرض على أهمية تواجد الكتب السورية رغم الظروف التي تعرضت لها سوريا، للتأكيد على أهمية الإنتاج الثقافي السوري واستمراره. دائما بتكون دور النشر السورية طاغي على معرض مسقط يعني، وهن بيحبوا مشاركتنا كتير. طبعا دائما لنا طابع خاص، إن كان بمجال الطفولة، إن كان بمجال الكتب، أمهات الكتب، إن كان بمجال التنمية البشرية، بكل المجالات احنا دائما السوريين لنا بصمتنا دائما. قررنا على مجموعة دار نشر ماكو في سوريا، والحقيقة اللي يثلق الصدر إن سوريا على رغم الظروف اللي تمر بها، ولكن نقدر كانت ثقافية جانب دور نشر مستمرة، وتقريبا أتوقع أنها هي الأكبر في المعرض. يعتبر معرض مسقط الدولي للكتاب من أهم المعارض الإقليمية، ويحرص السوريون على المشاركة الفاعلة ونشر ما تحتويه الكتب السورية من تاريخ وفكر وحضارة. مشاركة سورية فاعلة في معرض مسقط الدولي للكتاب بنسخته 28، حيث تشهد الأجنحة السورية المشاركة هنا إقبالا كثيفا من قبل الزوار. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط. أما بنهاية صباحنا لليوم حنروح لنحكي عن رياضة مهمة جدا بحياتنا. كيفك أنت رياضة الدفاع عن النفس؟ مو مجربتها بصراحة أو ملا جربة. طبعا هي من الرياضة الشعبية بالمجتمع، ولكن يعني نقول شعبية هذا ما بيعني أننا ما أنا بحاجة لتدريب ولا تركيز لحتى ننجح فيها بحياتنا العملية، يمكن نحتاجها. أكيد اليوم بنشوف في إقبال كتير كبير من الشباب والصبايا على هي النوعية من الرياضات وحتى الأطفال، وهي رياضتين كان بتختلف موجودة لحتى تناسب كافة الأذواق وإلى فوائد كتيرة، بتدرب الجسم وبتعطيه لياقة مناسبة، وكمان هي بتحتاج لمجهود كتير عالي وتركيز. طيب شو هي الرياضات وكيف بنختار الرياضة اللي بتناسبنا؟ رح نعرف تفاصيل أكثر مع مدربة الرياضة سنابل سلمان. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. هلا أداك لو مخ كنا يوغا صاولت لنا كم حركة على الهواء. كنا رواء وفرح. تماما. كنا عم نحكي مع حدا تاني كوتش يوغا فصاولت لنا كم حركة على الهواء. اليوم عم نحكي عن الدفاع عن النفس. في تجربة اليوم؟ بتحبي في تجربة؟ هلا ما بدها. خلينا نروح لنحكي عن هاي الرياضة وشو أهميتها بحياتنا وشو هي بالضبط. هلا بداية رياضة الدفاع عن النفس هي رياضة وقائية، يعني بتحمي الفرد أو بترد الأذى عنك، دائما هو هذا المتعارف عليه. كثير من الاشخاص بيمارسوها، في اشخاص بيمارسوها بس بهدف انه يقوي الذراعين والقدمين، في منهم بيمارسوها بس مشان انه رياضه عم قوي الجسم، وفي عالم ثانيه لا عم تمارسها كرمال عن جد تدافع عن حالها وتكون باي موقف تتعرض له هي قادره انه ترد الموقف
ترد الأذى بالأذى تماما. هلا هي انواع كثير متعدده. هلا الاكثر شيوع اللي متواجده هون عندنا بسوريا عم يكون اول شيء الكاراتيه اللي هي لعبه تتسمى القبضه الفارغه، لانه هي بتكون خاليه من اي سلاح، انت عم تستخدمي بس جسمك، الذراعين، القدمين بس. في التايكوندو اللي هو كانت بكوريا، هن بلشوا فيها بكوريا نتيجة الحروب الدائمة اللي كانت تصير، فهنا صاروا بدهم انه اسلوب دفاعي دافعوا عن نفسهم بالمشاكل وبالحروب. في عندنا كمان غير التايكوندو كان في الجودو، هي كمان لعبة يابانية، هي كتير قاسية، وفيها انه انت لازم الخصم تسيطري عليه، لازم تخضعي عليه بالمنافسة. في كمان عندنا غير الجودو عم يكون في الملاكمة، عم يكون في كمان ألعاب هي مانا كتير شائعة بس أنت بتكوني سمعانة فيها بس ما فيها كتير ممارسة، مثل الكونفو مثلا. الكونفو هي رياضة كمان صينية، أخذوا الحركات شائعة تبعها شائعة جدا ولكن قليل اللي بيشتغلوا عليها. هي حتى يعني الحركات تبعها تاخذت من الحيوانات، كيف النمر والنسر بيكون في عندهم آلية دفاعية، هن بالصين أخذوها منا لهي الرياضة. في النينجا اللي كتير هلا درجة بعد سلاحها في النينجا، الأولاد صاروا يحبوها بس هي كتير مؤذية، لأنه فيها مثلا ممكن يصير في استخدام أدوات حادة فيها إذا غير الرياضات الثانية. هلا الكاراتيه، التايكوندو، الملاكمة، الكيك بوكسينج كمان عم يكون فيها ممارسة كتير حلوة، لأنه كمان هي دفاع عن النفس. هي هن اشهر الرياضات اللي هي بتكون فيها دفاع عن النفس. تمام، يعني عددنا رياضات عديده اليوم ممكن يلجؤوا لها الاشخاص لحتى يمارسوا هي الرياضه ويدافعوا عن حالهم، خصوصا انه بنسمع انه هي الرياضات بتكون عنيفه نوعا ما. طيب شو هي الرياضات يلي بتناسب اليوم الاطفال؟ اي فئه عمريه او اي عمر انا بقدر دخل طفلي ليتعلم هيك نوع من الرياضه؟ هلا اول شيء الاطفال هن اي رياضه بدك تدخليهم فيها انت فيك تبلشي فيهم معهم من عمر الاربع سنين. هلا الخطا الشائع دائما مع الاطفال انه بيعتمد على اهله انه هن بدهم يدافعوا عنه، والاهل بيقولوا له انه انا بدافع عنك ما تخاف. هي اكبر مشكله بتكون انه مع الاطفال، انه تعودي انه انت انا بدافع عنك، هو هذا خطا كثير. لازم خلص هذا الطفل انت مانك دائما معه، هو مانه دائما معك، فلازم يطلع على البيئه الخارجيه يكون قدران انه يدافع عن حاله. هلا العمر من عمر الاربع سنين كونه بيكون طفل ومبلش بعمر صغير، هو ما بيكون بيعرف شو الرياضه اللي بده يحبها او اللي بده يمارسها. يفضل دائما انت مثلا الرياضات المتواجده تاخدي درسين يتدرب مع المبتدئين، حب الرياضه اللي بيحبها وقت بتوجهي عليها. مثلا ممكن تاخدي على الكاراتيه درسين، التايكوندو درسين، تشوفي هو شو الشيء اللي مالي عليه، شو الشيء اللي حبه اكثر، هون بقى بتاخدي انه يروح بهذا المجال اللي هو فيه. والرياضات هي الأنسب شيء للأطفال التايكوندو، الكاراتيه، الجودو شوي قاسي عليهم وكونوا لسه بيكونوا صغار، فلا يفضل دائما كاراتيه أو تايكوندو. الأهل بفضلوا الكاراتيه لأنه بحسوها أنسب وأهدى. شائع أكثر شيء كوتش وقت عم نحكي عن رياضة الدفاع عن النفس اليوم بحاجة للتدريب، وفي أساسات يعني اليوم مو اي حدا يعني ما انا بشكل عشوائي او اعتباطي القصة، شو اهم الخطوات لتعليم هي الرياضه؟ هلا اكيد اول شيء الخطوات الاساسيه، انت بدك اهم شيء المتدرب يلي معك يكون عنده ثقه بنفسه، تعززي له الثقه بنفسه، لانه كثير ردات الفعل مهمه. يعني انت لازم وقت المتدرب يلي عندك، هلا في كثير اشخاص بيكون عندهم ثقه بنفسهم بس ما عندهم قوه بدنيه، بس هي الثقه بالنفس هي اللي بتساعدهم. وبنفس الوقت اشخاص بيكون عندهم قوه بدنيه كثير بس ما في ثقه بالنفس، ما بيستفيدوا ولا شيء من القوه البدنيه تبعه. فكثير مهم اول شيء انت تعتمدي انه تعززي الثقه بالنفس، تنمي ردات الفعل عند الشخص، التركيز، لانه كثير التركيز مهم، بدك تعرفي انت وين الضربه بدها تصيب، وين بدك تضربي، في حال تعرضتي لهذا الموقف شو العضلات اللي بدك تستخدميها لحتى تاذي الخصم يلي معك. فهذا الشيء كثير اساسي لازم شوارع طبعا انت وقت بتتعرضي لموقف خلص يعني بدك تنفدي يعني شو ما كان حتى لو شوارع. طيب اليوم التدريب على هي الرياضات برايك هل هو بده وقت كثير طويل لحتى الشخص يتقنه ام لا؟ هلا اي رياضه بدك تمارسيها اكيد بدها وقت واستمراريه، وبالاخص هي الرياضات قلت لك انه بدها كثير تركيز وردات فعل، فهذا التركيز والردات الفعل ما بيتنموا غير مع الاستمراريه. طيب بالاسبوع كل قديش لازم نتدرب؟ بالاسبوع على الاقل 3 ايام. 3 ايام دائما لازم يكون في 3 ايام. الطفل قديه مهم يعني مو بس انك تدربيه او تاخذيه بعمر صغير، قديه مهم المتابعه اليوم. يعني صرنا نشوف للاسف حوادث اليوم كثير بشعة عم يتعرضوا لها الأطفال، إن كان بالمدارس إن كان بالشوارع،
فاليوم مهم نحن ندربه يدافع عن نفسه ومو يأذي، صح؟ أكيد أكيد أكيد. بس أنتي أنا شو قلت لك؟ رد الأذى. أنتي ما عم تأذي، عم تردي الأذى اللي عم يجيكي. هلأ هي بالأساس نحن شو حكينا؟ أول شيء هي رياضة دفاعية، قلت لك هي أول شيء هي وقائية. أول كلمة قلت لك إياها هي رياضة وقائية. هي شيء تاني، أنتي أي مدرب بتفوتي لعنده أول شيء رح يعرفك إنه الرياضة هي بالأساس أنتي بدك تكون في أخلاق فيها، انضباط. هلأ الأشخاص اللي بيكونوا بيمارسوا بيكون عندهم انضباط كتير، بيكون عندهم سيطرة على السلوك كتير، غير الأشخاص التانيين اللي بيكونوا ما بيمارسوا هاي الرياضات. فأكيد أنتي لا، بس الطفل لازم هلأ حتى يعني في كتير من الأهل الخطأ الأساسي مثلاً راحوا عم يتمرنوا، الولد مثلاً رجع حس بوجع أو المدرب شوي شادد عليه بيقول لك أنا ما بقى بدي روح، الأم تقول له لا خلص ما بقى تروح عم تتعب. هون غلط، يعني أنتي مثل ما قلتي إنه عم يكون في حوادث مؤسفة. صحيح. فلا لازم الواحد يدافع عن حاله. أنا ما قلت لك إذا أكيد ما في إذا، يعني حتى الضربات ممكن ما يكون مؤسية. يمكن الطفل بسن ما ينغر إنه أنا اليوم بطل فبدي فرجي. بس حتى هي حتى هي من خلال النهاية بالتدريب رح يكون في هيك، رح يكون في كتير انضباط فيه، فهو بيعرف كيف بده يضرب. يعني حتى الضرب ممكن بس هو لحتى يرد الشخص. صحيح. عنه ما يأذي. طيب كوتش سنابل، اليوم في حال صار إصابات بين الأطفال أثناء التدريب، كيف بتتصرفوا اليوم مع الموضوع؟ إصابات خلال التمرين؟ تمام. هلا لكي أي رياضة معرضة إنه يكون في إصابات، بس أكيد هلا أنت وقتها أول شيء دائما بقول لك الإحماء هو أهم شيء. الإصابات هلا حسب الرياضة اللي عم يلعبها. هلا الرياضات مثلا الكاراتيه هي حركات تقديرية، بتكون إنه أنت على هذا البعد بدك توقف. تايكوندو بيكون في واقيات، واقيات للفم، خوذة، كل هاي القصص بتحمي الطفل. هي إجراءات آمنة. أي لعبة بيكون فيها فبتتخفف كتير الإصابات فيها. طيب كنت خبرينا عن البنات اليوم بهاي اللعبة شو؟ هي أكبر مشكلة عندنا دائما للأسف الأهل بيربوا البنت إنه روحي على النادي تسمني أو تنحفي تضبطي جسمك. أكثر أصيب عليه. هي يعني هي الشيء الأساسي، وهذا أكبر غلط، لأنه هلأ بهذا الوضع إنه كتير مهم البنت يكون على الأقل عندها تتعلم الحركات الدفاعية الأساسية. انه ما بدك تسجلي انت، ما مطلوب منك انك تكوني احترافيه مثلا باي لعبه، بس كثير مهم انه يكون في عندك حركات دفاعيه بحال تعرضتي لاساءه لاي شيء. ما ترجعي على البيت تقضيها بكي اسبوعين ثلاثه وما بقى تنزلي من البيت، لا تقدري تدافعي عن حالك. يكون في عندك، اهم شيء السيدات او باي عمر يعني لازم يكون في عندها حركات دفاعيه تتعلم. هلا في الكاراتيه والتايكوندو هن اسهل شيء للبنت كمان، والملاكمه عم تكون كثير سهله وحلوه كثير ممتعه. فلازم البنت تتعلم انه انت اذا صار معك هذا الموقف بيتنمى عندها رد الفعل. اي موقف، حتى الخوف ما بقى بيصير عندها خوف انا اذا طلعت اذا رحت اذا اجيت ممكن اتعرض لموقف، لا عادي اي شيء انت فيك تردي. يعني هي الثقه بالنفس، برجع بقول لك انه اهم شيء تتعزز الثقه بالنفس، وبالاخص عند البنات. البنات هلا يعني للاسف بيشوفون الاشخاص انه قوة بدنية ضعيفة. صحيح. انه يلا فقدت انوثتها بيقولوا ممكن يعني. هيك بالعكس هي على فكرة هي الرياضة بتعزز لك الثقة وبتعزز حتى الانوثة، لانه انت ما دخل الانوثة بانك تقدري تدافع عن حالك. تمام. يعني هلا حلوة الانوثة انه مثلا يصير موقف وارجع عم ببكي، ولا كون مدافعة عن حالي ورجع. اكيد كون مدافعة عن حالي. اكيد يعني الانوثة وقتها ما راح تفيدني ابدا. تمام. ويمكن كثير من الصبايا بيخافوا من هذا الموضوع، بيقولوا لك انه ممكن هي الرياضات ضخم جسمي، تصير في عندي عضلات، شو رايك بهذا الموضوع؟ لا هلا لكي دائما هيك بيفكروا. هلا مثلا انتبهي، اللاعبين تبع كمال الاجسام بيكونوا عم ياخذوا نظام غذائي وبروتينات وكثير قصص وما عم يتضخموا، فالبنت دائما انه لا بلكي تضخمت. بالعكس. صحيح. هي رياضات الدفاع عن النفس رياضات كثير بتعمل على شد الجسم، يعني ما في كتلة عضلية أكيد، لأنه هلا حتى إذا بدك تبني كتلة عضلية بده يكون مترافق مع نظام غذائي، والنظام أكيد. الغذائي بده يكون كتير يعني عالي. فلا أكيد مثلا هي أهم شيء، بالعكس يعني هي حتى الرياضات الدفاع عن النفس لياقة بدنية بتكون كتير عالية، التركيز بيكون كتير عالي، انك انت تضبطي حالك بسلوك ممكن يصير قدامك كمان بيكون بيتمرنوا عليه انه انت بدك تضبط حالك هون. التركيز مثل ما قلت لك اهم شيء التركيز، يعني انت بدك تركزي وين بدك تضربي، هي كله هيك بيعزز عند البنت التفاصيل الاساسيه. فلا هو ابدا ما في كتله عضليه، بالعكس يعني هو بيعمل حاله ذهنيه كثير منيحه، بيعمل ردات فعل، انت ممكن اي ضربه تصيبك فورا بتصير بتعرفي كيف بدك تردي كيف بدك تتحركي. بالعكس ابدا ما في اي كتله عضليه بتمرنها غير اذا قلت لك مع الغذاء هون شيء ثاني، او اذا هي الشخص اللي بدها تتدرب هدفها
بس هي هاي الرياضات اصلا بتحرق كثير، يعني هي كرياضات بتحرق. انت وقت بكون ايه مثلا في حركات انت بدك، يعني هي قوه مع ذهن، يعني كل شيء عم يشتغل مع بعضه، فهي فيها حرق كثير عالي. طيب كوتشكي بنصائح اخيره لكل حدا اليوم عم يشوفنا وحابب انه يتعلم اي نوع من انواع الرياضه، شو هي هيك نصيحتك له؟ هلا اهم شيء دائما اول شيء انه الاهالي كثير مهم انكم دائما يكون في هي الرياضه، هي ما انا بقى رفاهيه، لا هي صارت حاجه بهذا الوقت. فكتير مهم انه انت كرمال تحمي ابنك تحمي بنتك، كتير مهم انه لازم يكون في تندرج هي الرياضه، انه هي بشكل دائم يكون في تدريب منها من الصغر للعمر. يعني هلا حتى في الاشخاص عملوا دراسه بين الأربعين والستين سنه، هدول الاشخاص هذا العمر كانوا بيمارسوا رياضات دفاع عن النفس، شافوا انه هن كعمر صاروا اصغر بثلاث سنين من يلي عم بيمارسوا رياضات هاديه. فكثير هي مهمه هي الرياضه، كثير مهم، يعني قلت لك هي صارت حاجه ما بقى بس رفاهيه. انت اي موقف انه بالنهايه لحدا رح يضل مع ابنه وابنك مو دائما معك، فكثير مهم يعتمدوا على حالهم ويشيلوا مسؤوليه، يعرفوا انه انا اذا صار معي موقف فيني انه دافع عن حالي، فيني اني اتخذ الاجراء المناسب بدون اي خوف. تمام، بالختام نصائح كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير الكوتش سنابل سلمان، نورتي صباحنا. شكرا كوتش، ودائما هيك بنقول الرياضات كثير مهمه، ولكن احنا اليوم ما عم نشجع على العنف، في عم نقول احنا رد الاذى. شكرا لك كوتش وعلى حضورك لليوم، واكيد نحن خلصنا لهون وقت صباحنا، ان شاء الله يا رب هيك كنا ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم، وقدرنا نقدم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليوميه. بقيت نهار حلو لكم، تقضوا مع رفقه الاشخاص اللي بتحبون، كونوا بالف خير، باي باي، واكيد شكرا لك يا هايدي. شكرا لك رشا، واكيد بدنا نشكر كل المتابعين اللي تابعونا بصباحنا غير لليوم والكادر الموجود، اكيد لا تنسوا تتابعونا بكره مشاهدينا بنفس التوقيت مع ضيوف جداد، ومن هلا لبكره تبقوا بخير، باي باي.